السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. هذا الفيديو درته بمناسبه عيد الحب، مناسبه سان فالنتين. دونك بغيت نوريكم لي كادو اللي جاوني. صراحه جاتني مفاجاه بزاف، وفرحت بزاف. جاوني بزاف ديال الكادويات، صراحه عجبني الحال بزاف، وفرحانه بزاف. وقلت انا نتقاسم الفرحه ديالي معاكم. ودابا نوريكم لي كادو ديالي اللي جاوني. جاني هذا البوكي نتاع الشوكولا، وجاني هذا صراحة كيعجبني بزاف نحلو، كيعجبني هاد لابلونت كتعجبني بزاف. زوينة بزاف كتعجبني، عجبتني بزاف. وهذا كيف ما وريتكم ديال الشوكولا نديروه هنايا، نديروه أباغ باش نحلو الكادريات الاخرين. هذا دابا نحلو نشوفو شنو فيه. فيه شوكولا فيريرو. نحلو هذا حتى هو شوكولا، حتى هو شوكولا. صراحه كنجهوتي في الشوكولا. نحلو هذا ونشوفو عاوتاني شنو هنايا. راني مخففة صراحه، فرحانه بزاف. مكانة زوينه، مكانة. أبخي نحلو هذا سي بو. نحلو هذا هذا البارفان ديال ايفيدونس، زوين كوم ايفيدونس. صراحة تعجبني هذا البارفان، ريحتو فنة زوينة. كاين هاد الباني حتى هي، شوف كي دايره شحال مزيونه ديال لي برودوي ديال إفروشي. وكاينين هادو حتى هما ديال إفروشي. وهادي باكي تاع نوصيدي، نشوفو شنو فيها. Une palette. Une palette. صراحة زوينة. وهادو سي كوا سا. كريم فون دو تان. وهذا بلوش. بغيتو تعرفوا شكون هو بيبي دامور؟ بغيتو تعرفوا شكون لي جاب لي هاد الكادويات كاملين؟ ما كاين لا بيبي دامور لا نبق. ودابا شفتي الكادو اللي جاوني.
الاغلبيه كيقولوا سعداتها سعداتها شوش حد الكادويات انا ما جاني والو. المهم نقول لكم واحد سر خطير خطير. المهم شادي نقول لكم هاد الكادو اللي وريتكم ديال إفغوشي هذا ماشي ديالي هدية صاحبتي سلفته من عندها. هادو الشوكولا هنا في فرنسا من بعد ما فات يعني لافيت ديال سان فالنتين كيبقى لهم داك الشكلاط اللي كيبقى لهم في عنقهم كيديروا له ليكيداسيون سو كيف كتشري واحد موان تبيعوه لك بموان 70% تكون ناقص 70%. داكشي علاش شريتهم بجوج طاحوا عليا بشي 5 اورو اي كالك بجوج بيع. هادي كنت كومونديتها واحد المره من واحد السيت. نقول لكم هادي عماين هادي 3 سنين والله ما عقلت شحال هادي ياك. وهذا لا بلانت هادي زوينه كتعجبني هاد لا بلانت فريمون كتعجبني دابا صح. ولكن هاد لا بلانت هادي حتى هي ديال سان فالنتين. بما ان سان فالنتين داز داروا لهم حتى هما بروموسيون نين لقيتها بواحد الثمن رخيص شريتها حيت كيعجبني الديكور ديالها في الدار. وهاد لي برودوي ديال إفغوشي هاد واحد السليله كانت عندي درت لها بابي د كادو وجمعت فيها داك لي برودوي. هاد لي برودوي راني ديجا كنت وريتهم لكم في واحد الفيديو كان لي سولد وكان بواحد الثمن رخيص بزاف وخديت هاد لي برودوي لانهم كانوا رخاصين بزاف. وهذاك الكادو هذا ديال نوسيبي هذا حتى هو كنت خديته حتى هذا كنت كومونديتو في الانترنت كان لي سولد وكانوا دايرين له موان 70% كان رخيص بزاف ناقصين فيه بزاف وخديته ما غاليش بزاف وكانوا هادو هما لي كادو ديالي. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا المغزى من الفيديو ديالي. المغزى من الفيديو ديالي هو انهم ما تبقاوش تيقوا اي حاجه راه ماشي كلشي كيقول الصدق راه كاينين بزاف ديال التمثيليات اللي كيتمثلوا عليكم يعني ما تثقوش بكلشي. وواحد النصيحه للبنات والعيالات كاملين اون جينيرال باسكو انا مراه ونعرف العيالات فيهم واحد الطبيعه ديال الغيره وتيبغيو يقلدوا وحدين اخرين شو هذيك شنو عندها شو الكادويات اللي جاوا هذا ما تبقاش تثقي يا خيتي. انا غادي نقولها لكم من هذا المنبر ما تبقاوش تثقوا ماشي اي وحده قالت لك شي حاجه غادي تثقي بها راه شادي نقول لك ما تبقاوش تثقوا وما تبقاوش بغيتي تكوني عايشه مرتاحه وبغيتي تكوني مرتاحه ما تبقاش تقارني راسك بوحده اخرى وما تقارنوش راسكم بوحدين اخرين. واحد الحاجه عاوتاني يعني تنشوفها بزاف مواقع التواصل الاجتماعي كاينين اللي تيبينوا راسهم يقولوا شرينا ودرنا وكتلقى واحد الفئه وحده اخرى عاوتاني كتقول لهم راهي والمشاعر ديال الناس اللي ما عندهمش كاينين الناس ما عندهمش كاينين الناس كيموتوا بالجوع وهذا. انا نقول لكم واحد الحاجه واحد القضيه ربي سبحانه وتعالى لو كان بغى يخلق كلشي لاباس عليه وبغى يخلق كلشي عنده الفلوس راه هادي يديرها ما هاديش ماشي كثير على سيدي ربي ماشي كثير على سيدي ربي ولكن ربي راه فرق الارزاق وكل واحد ورزقه. راه الانسان خصو يرضى برزقه بداكشي اللي عطاه الله ويعيش على حسب الرزق ديالو على حسب داكشي اللي عطاه سيدي ربي. راه ما تبقاوش تقارنوا راسكم بواحد اخر سينو ديما غادي تمرضوا. ما يمكنش الناس ما عادش يلبسوا ما يمكنش الناس ما يشريوش ما يمكنش انت اللي خصك ما تبقاش داك المي
ميساجات ديال تسبوا الناس ويقولوا لهم ما تبينوش ولا ما تديروش ولا هذا. انت اللي خصك تكون عندك واحد القناعه بداكشي اللي عطاك سيدي ربي. الانسان راه السعاده راه ماشي هي الفلوس. السعاده راه ماشي هي الفلوس، راه شحال من وحدين لاباس عليهم وعندهم ما نعرف شنو، عندهم الاموال الطائله وما تيخليو ما يشريو وما تيخليو ما يديروا وما تيخليو فين يمشيو، ولكن ماشي سعيدين، ما عندهم السعاده، ما عندهمش واحد الاحساس. الحياه ديالهم ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. وشحال من وحدين كتلقاهم يعني كيدخلوا في حالات اكتئاب وكتلقاهم ما مزيانش لان حياتهم ما عندها حتى شي معنى. راه ماشي ما تبقاوش المظاهر راه خداعه، ما تبقاوش تديوها في المظاهر، ما تبقاوش تديوها في المظاهر وما تبقاوش تاثروا. والانسان كيف ما قلت لكم يرضى بهذاك الشيء اللي عطاه سيدي ربي ويعيش على حسب قدره. وجو مون فو، واخا نشوف انا ما عرفتش الناس شنو عندهم، ما تيهزنيش داكشي وما تيهمنيش، عادي عادي ما كنتاثرش. ما تنقولش علاش هما عندهم وانا ما عنديش ولا هذا، راه كل واحد زعما كل واحد وفين جاتو. راه ما كاينش اللي هاني في الدنيا، ما كاينش اللي ما عندوش المشاكل، راه كل واحد وكيفاش جاتو. الانسان يديها في راسه ويديها في حياته ويديها في وليداته ما يبقاش يقارن راسو بواحد اخر. والانسان يتمشي على حسب القدر ديالو وعلى حسب المستوى ديالو. هادشي اللي كاين، وسمحوا لي هضرت بزاف لحقاش هاد القضيه كنشوفها بزاف، كديرونجيني بزاف في مواقع التواصل، كان خصني ولا بد نهضر عليها. ونقول لكم شكرا على مشاهده هذا الفيديو، وتبارك الله عليكم وربي يحفظكم، والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. اللي عنده الله يبارك له ويزيده، واللي ما عندوش الله يسهل. شكرا لكم لمشاهدتكم لهذا الفيديو، شكرا لكم بزاف. ونقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله، وكيف ما ديما نقول لكم كنحبكم كنموت عليكم. السلام عليكم.